وي السلام. وعليكم السلام. شكون معايا؟ معايا واحد الدراري. اييه. معاك سكينة من الرباط، بغيت عافاك دير واحد تيست لمصطفى تيفلت. مصطفى تيفلت. شحال في عمرك وشحال في عمره؟ انا 25 عام وهو 30. وشحال نمشي معاه؟ يلا عطيني الرقم ديالو. 06 اها ايه اها عاودي اها ايه اها ايه. اوكي يلا ما صدريش. صافي صافي. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا سي مصطفى، هذا تحياتي لك استاذ. صافا سيدي بخير؟ الله يبارك فيك. العائله والاحوال ديال كلشي مزيان الله يكبر بك. كيك ما صوني عليك شي وقت ماشي هو هذا، كيك ما كاينش ديرونجمون سي مصطفى. الا عرفتك شكون غادي. معك السي محمد السريري، مقدم برنامج خطوه قبل الزواج. كتسمعني مزيان؟ اييه كنسمعك. او دابا كاين شي ديرونجمون ولا لا؟ لا الله يكبر بك. سي مصطفى من تيفلت، العمر ديالك 32 سنه. اييه مرحبا بك سي مصطفى. هذه واحد البنت من مدينه تيفلت هي اللي اتصلت بالبرنامج ديالنا، هي اللي عطاتني الرقم ديالك وهاد المعلومات باش نتصل بك. قالت لنا بلي انت وياها في علاقه حب مع بعضياتكم وعندها شي سيربريز بغات تقولوا لك السي مصطفى، وهي حاليا معنا على المباشر في الاستماع. انا ندوزها لك. اوكي على البرنامج في الراديو ولا شي لايف؟ بث مباشر في الانستغرام. الانستغرام انا ندوزها لك السي مصطفى. مرحبا. قول لي يا استاذ قبل ما ندوزها لك، شكون هي هذه الانسانه اللي جات في بالك حاليا؟ شكون هي الانسانه اللي ساق لها السي مصطفى القليب ديالها؟ ماشي مشكل، هاد الانسانه غادي تجيك بوحدها من بين هاد الافكار كاملين. هي كاينه انسانه ولكن ماشي في حاجه تسير. نعم، شنو الاسم ديالها؟ سهيله. نعم سهيله. خليك معايا نشوف السيستيم. اختي انت سميتك سكينه ولا سهيله؟ الو سميتك سهيله ولا سكينه؟ خليك خليك خليك. صافي. الو سي مصطفى، فعلا سهيله اللي اتصلت بالبرنامج ديالنا، كاينه في تيفلت ياك؟ اييه. اوكي انا ندوزها لك. سمعتي سكينه؟ وي سمعتي. سمعتو. واحد جوج ثلاثه ينطلق العداد طوط. اوا معك. الو الو وي صافا. شوفي ما خرجيها من سميتها سهيله وقالت لك كاينه في تيفلت. كاينه في تيفلت سبحان الله. قول سميتها سهيله وكاينه في طنجه. انا فين كاين والناس اللي كنعرف فين كاين؟ صاحبتي كنعرفها كاينه في تيفلت.
غالبا فالجيرجي ما كاين كلاس. لا لا لا، هي الناس اللي كنعرفو كاينين في قلوبنا، واخا يكونوا في خرب بنا ونجدوهم، ماشي ضروري يكونوا بدانا. وانت يلاه قطعت معاك لابيل، يلاه شحال ما كملناش 10 دقائق. قطعتي معاه قبل ولكن ماشي مشكل، صافي سي با غاف. قطعتي معاه قبل من نيتك؟ والله الا قلت سعيدة، الفم اللي قلت له قلت سعيدة. والله يديك، ومش قلت سعيدة، راه ماشي ديال الناس باقا لهم زعما، احنا هادرين. دابا انا ما كنهمنيش هادرين، كيهمني انا فاش قالك سميت قلت سكينة، ما تقولش سهيلة، اش سهيلة بالضبط؟ والله السمية هي جات في بالي انا. الله خليه بعيد، الله خليه بعيد، علاش بالله؟ والله الا جات في بالي وجات مع هذيك. الله خليه بعيد. لا واسمعيني وانا تنصح ليك، انا ما انا ما جاتش في بالي كاع هادشي غادي يكون بصح. انا قلت غير شي واحد ايوا صافي، ملي غير ملي يكون ملي ماشي بصح قول الحقيقة. الله يهديك، خلينا عاوتاني هكا غادي تنرفي. قلت لك النهار كي تحس تنعاود ديك زعما النهار كيفاش داز زعما راه شتي النهار كيفاش داز، وقلت لك النهار كيفاش داز ما تزيديش تكحلي عليا عاوتاني. وانت اصلا مكحل مخلوق، ما كتسنانيش انا عاد نزيد نكحل عليك، وانا قلت لك شحال هذيك. قلت لك شتي اللي كيدير شي حاجه راه غير نيتو غتخرج فيه. والحمد لله ما انا عايش شي راجل جا راجل بحال السلامه. لا الحمد لله راه ما كنديرش شي حاجه، وانا راه معاك بنيتي. لا ما كنديرش شي حاجه، الله ودي انا اللي كندير هاد الساعه. ما كتعاود غير صلاه على النبي، وانا كتعاود غير صلاه على النبي، وما كتعاود غير غلطه جوج المرات. لا ما كنغلى عمري غلطت معاك، وشوفي انت ما عمري ما غلطت. سبحان الله كاينه كاينه كاينه. شوف قاضي شتي انا تخرجتي معايا الورقه. السلام عليكم. كاينه خلي علاقتنا زوينه وخلينا من هاد الشيء هذا، ما بغيتش باش نهضروا. السلام عليكم. كيف سويدة تكمل معاها وتفرطي معاها؟ واش كنت سويدة؟ في كاين سويدة بعدا؟ شفتي شنو عرفتي سويدة؟ سويدة هادي هي سويدة ديال ديك المرة اللي صفات سويدة وسكيبة ورجعتيني كتبديني في عيني، أنا دايرة أربعة في عيني أنا المشكل. عيني ونظاظر. الله يهديك، واش أنت واش باغا تشكيني؟ الله يهدينا، والمشكلة كان غادي تشد ليه يهديني. الله يهدي اللي كيدير، أمال أنا ما كندير حتى شتا. سكينة تنهضر انا وياك، تنهضر انا وياك بيناتنا. بعدنا فاش نهضرو، الله يعاون ليا اخر اصل بيني وبينك. يلاه سلام. انت تشربقي. تشرب الراك عاصف، باي باي. صافي صافي يلاه باي باي. سلام. ويلك طولي عليا. سكينة. الله يهديك وديري عملك وغتخدم سيدي. انا ويلك طولي عليا. خليني مازال مترقية معاك في الاسلوب، مازال مترقية معاك في الهضرة، ولا تهضر معاك بنت الناس. ولكن غتصوني عليا غتسمع شي حاجه اللي ما عمرها ما سمعتها. انا كتحابني دايره راجل سكتاتي واللي غنافونسي معاه لقدام، ولكن ملي صدقتي انت عندك البنات زايد ناقص دايرني انا فوق الشبعه، انا ما عمري كنت فوق الشبعه وما عمر غنكون فوق الشبعه. هادي ديرها في ذاك. دابا بلاتي دابا هادشي كله اللي بيناتنا غادي تهدموا ابيل بدا مع واحد ما نجمعش ما عرفتش ما عرفتش ما عرفتش ما كانش بيناتنا شي حاجه. ملي جيتي وصافي تكلم معايا وما تقولش شوف الفم الفم اللي قلتو كاينه، الفم اللي قلتو هايلي قلتو كاين، والفم اللي قلتي السم كيقول الرباط. انا ما يتحملش انا غنشوه لي في غوزو سوسيو، قلتو كاينه قول. انا غير نص مع الدراري واش حنا واش حنا باقي كذا هادشي كاينه واش انا باقي تقدر لا 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 كانوا كيبانوا لي. لا سمع 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 سمع، الا كانوا كيبانوا لك انت هاد المسخك ديال الدراري الصغار وديال انا بالنسبه لي شي حاجه كبيره. انا سمحي لي نقول لك، انا حياتي ما نبغيش انا ما نبغيش على انستغرام ولا ما عارف شي حاجه، راه داكشي اللي بيناتنا شي حاجه كبر من الفيسبوك. ما كيسمعوش حتى شي حد، هذا غير ابيل بيناتنا حنا البنات في الجروب كنضحكوا، واني بيناتنا هو اللي مدوز لابيل ودار وتقدر تضحكي وتخرجتي. كنت على عربي زعما ما بغيتش تقول سميتي.
بلوك بلوك صافي تكي تعلمي مرضو طبعا انا استخشى الطريق دابا تخيل
سمعتي شنو قال؟ سمعتي شنو قال؟ قولي عاود شنو قلتي؟ عاود شنو قلتي؟ ما كنتش كنسمعك. قلت لك بلا ما تخليني نطقش الطريق دابا. صافي سرس بيه، شوفي سرس بيه، هو ما غاديش يتقاضى. صافي سرس بيه. شوفي عرفتي حمقتيهم كاملين في اللايف، حمرتي لهم الوجه. وما كيتقاداش ربي الا ما دخلي نطلعك دخلي لي نويت نطلعك في اللايف. دخلي شنو سميتك انت؟ ديرها في يونو. انا كنفرج فيك. يلا دخلي وكتبي لنا في يونو شي حاجه نطلعك. ناري هذه خصها، هذه خصها تكون معايا في التيست، هذه حق الله العظيم خطير. حمرات لكم الوجه ياك.
الخوت انا غادي نكمل لكم نص ساعه ديال التيست فيو نو، دخلوا لي نو كاملين غادي نفتح فيه دابا اللايف. ها هو الخوت لابليكاسيون سميتو يو نو، هو هذا سميت لابليكاسيون، كتبوا غير بحال هكا اللي عنده سامسونج يكتبها في بلاي ستور، اللي عنده ايفون يكتبها في الاب ستور. ملي تدخلوا لي نو كتبوا السميه ديالي والكنيه بحال هكا سي محمد السريري ملاصقه، غادي يطلع لكم هاد لا فوتو هادي الكونت ديالي.